ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده بالتفصيل على تحليل مقاومه الانسولين، وهنعرف يعني ايه مقاومه الانسولين، بالاضافه ان هنتكلم بعلاقته بالامراض الكتير اللي منها السمنه ومرض طبعا السكري وتكيس المبايض. مقاومه الانسولين، مقاومه الانسولين هي حاله معقده بحيث ان الجسم ما بيستجبش للانسولين. وزي ما احنا عارفين الانسولين ده هرمون ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم، ولكن ايه هي اللي بيخلي في مقاومة للانسولين؟ العديد من العوامل الوراثية ونمط الحياة بتخلي في مقاومة للانسولين. طيب ايه هي مقاومة الانسولين؟ بتحصل مقاومة الانسولين او المعروفة باسم ضعف حساسية الانسولين لما خلايا العضلات والدهون والكبد ما بتستجبش للانسولين كما ينبغي. وطبعا الانسولين ده ضروري لتنظيم مستويات الجلوكوز او السكر في الدم، ومن الممكن ان مقاومة الانسولين دي تكون مؤقتة او احيانا بتكون مزمنة ويمكن علاجها في بعض الحالات. في الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة السكر لما بيدخل جوه الجسم سواء كانت نشويات او سكريات بيقوم الانسولين بيخلي الجسم بيحوله الى جلوكوز، والجلوكوز ده هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، فبيدخل الجلوكوز الى مجرى الدم، وده بيخلي البنكرياس بقى بيفرز الانسولين نتيجة ان هو دخل الجلوكوز في مجرى الدم. فالانسولين بيساعد الجلوكوز في الدم على دخول العضلات والدهون وخلايا الكبد عشان يتمكنوا من استخدام الطاقة او تخزينه في وقت لاحق. وبعد كده لما بيدخل الجلوكوز الى الخلايا بتنخفض طبعا مستوياته في الدم، فده بيدي اشارة للبنكرياس ان هو يوقف من انتاج الانسولين. اما في الحالة لما بيكون في مقاومة انسولين، خلايا العضلات والدهون والكبد بشكل ما بتستجبش بشكل غير مناسب للانسولين، فبالتالي ما بتمتصش الجلوكوز بكفاءة من الدم او تستطيع تخزينه، فده بيعرف باسم مقاومة الانسولين. وبيقوم البنكرياس بانتاج المزيد من الانسولين لمحاولة التغلب على علو مستوى الجلوكوز المتزايدة في الدم، فده بيسمى بفرط انسولين الدم. ومدام البنكرياس بيقدر ينتج من الانسولين كمية لاستجابة للتغلب على استجابة الخلايا الضعيفة للانسولين، فمستويات السكر في الدم بالتنميها تبقى في النطاق الصحي. اما اذا اصبحت الخلايا شديدة المقاومة للانسولين فده بيؤدي الى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وده بمرور الوقت بيكون مقدمات لاصابة السكري ومرض السكر من النوع الثاني. كمان بترتبط موضوع مقاومة الانسولين بالاضافة لمرض السكري من النوع الثاني بامراض اخرى زي البدانة وامراض القلب والاوعية الدموية ومرض الكبد الدهني الغير كحولي ومتلازمة الايد ومتلازمة تكيس المبايض. طب ايه الفرق بين الانسولين ومرض السكري او مقاومة الانسولين ومرض السكري؟ لما الشخص بيصاب بمقاومة الانسولين احيانا بتكون بشكل مؤقت او مزمن بمرور الوقت، ومن الممكن ان هي تؤدي مقاومة الانسولين اذا لم يتم علاجه الى السكري من الدرجة الثانية او النوع الثاني. انما الناس اللي بيكون عندها مقدمات السكري بتكون مستويات الجلوكوز او السكر في الدم اعلى من المعتاد، وده بيكون حاجة غير طبيعية، وده طبعا بتكون مقدمات لمرض السكري، وبالفعل اللي بيكون عندهم السكري بيكون عندهم بعض مقاومة الانسولين. اما بالنسبة لسكري الحمل فهو شكل مؤقت من مرض السكر، ومن الممكن ان هو يحصل اثناء الحمل بس، وبيكون ناتج عن مقاومة الانسولين، وغالبا بيختفي موضوع سكر الحمل بمجرد الولادة. طب يا ترى ايه هي اعراض مقاومة الانسولين؟ بتكون اشبه لارتفاع السكر في الدم، فبيزيد الاحتياج للمية، يعني بتحس بالعطش، كثرة التبول،
زيادة الجوع، عدم وضوح الرؤية، الصداع والالتهابات سواء الجلدية أو المهبلية، أو جروح وتقرحات بطيئة الالتئام. وأحيانا بقى اللي بيكون عندهم مقاومة الإنسولين وبتتطور إلى النوع الثاني من السكري، بيكون عندهم جلد داكن في الإبط أو الظهر أو جانبي الرقبة، أو بيسمى بالشواك الأسود أو الزوائد الجلدية، وأحيانا تغيرات في الشبكية في العين وفي النظر. طب إيه سبب أصلا حدوث مقاومة إنسولين؟ بعض العوامل اللي من الممكن ان هي تؤدي الى درجات متفاوتة من مقاومة الانسولين، زي الدهون الزايدة بتكون حول البطن او الخمول البدني، وده عاملان رئيسيان للمساهمة في مقاومة الانسولين. كمان النظام الغذائي الغير صحي اللي بيكون عالي من الكربوهيدرات والدهون برضو من احد الاسباب. في بعض الأدوية من الممكن أن هي تسبب مقاومة الإنسولين، زي أدوية ضغط الدم وبعض أدوية الفيروسات اللي هي بتاعت المناعة البشرية ونقص المناعة، وبعض الأدوية النفسية وبعض الاضطرابات الهرمونية. دي كلها من الممكن أن هي تسبب إلى مقاومة الإنسولين. أحيانا مقاومة الإنسولين بتأدلنا إلى أمراض أخرى زي متلازمة كوشينج، واللي بيحصل فيها ان المزيد من الكورتيزول بيظهر في الجسم اللي هو هرمون التوتر، لان الهرمون ده بيزيد نتيجة لزيادة السكر او مستويات السكر في الدم، فبالتالي الكورتيزول بيحاول يؤثر على الانسولين لانه له تأثير على الانسولين فبيزيد كميته، فبالتالي بيسبب متلازمة كوشينج. كمان قصور الغدة الدرقية هو أحد أسباب وبيلعب دور مهم فيها مقاومة الإنسولين. إزاي بيتم تشخيص مقاومة الإنسولين؟ لو في تاريخ طبي للعيلة إن هي عندها مقاومة إنسولين أو سكر، لو في اختبار طبعا بدني أو علامات أو أعراض، دي بتكون أحد الأسباب والعوامل المستخدمة في تشخيص مقاومة الإنسولين. طب ايه هي اهم التحليلات اللي بتكشف عن الانسولين او مقاومة الانسولين؟ اول حاجة بيتعمل تحليل السكر العشوائي وكمان السكر الصايم والفاطر عشان نراقب مستويات السكر في الدم. كمان بنعمل A1C او الهيموجلوبين السكري، وكمان بالنسبة للسيدات بنعمل BCO أو اللي هو اختبار تكيس المبايض بكل الهرمونات بقى بتاعة اللي احنا اتكلمنا عليها في تكيس المبايض. بيتعمل بقى اختبارات الكوليسترول الكلي والدهون والكوليسترول منخفض الكثافة والترايجليسرايد، أيضا من التحاليل اللي بتتعمل. كمان بنعمل اختبار تحمل الجلوكوز ومقاومة الإنسولين أو اللي هما اتكلمنا عليه قبل كده واللي هنتكلم عليه دلوقتي. لو شفنا التحليل ده هنلاقي إن الشخص ده عنده مقاومة إنسولين، لأن عندنا كانت النسبة عالية بمقدار واحد.